سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في غرفة الأخبار في هذه الصحبية حالي الحديث على يعني موضوع ماهوش موضوع كورونا كما هو العادة، رغم أنه اليوم الحدث والحديث ينبغي أن ينصب على هذا الأزمة، ما نقولش الوباء أنا نقول أزمة، لأنها وباء وأزمة كذلك، ولأنه هذا الأزمة هذه تحتاج إلى استخلاص الدروس آنيا حالا لاستشراع في المستقبل، لأنه الفيروس ربما بل إلا أن يشاء الله يعني راح نعيش معاه لسنوات طويلة، بدليل أنه بعض الدول اللي صدرت بعض يعني صدرت بعض اللقاحات بدأت تقول بأنه ينبغي لقاح ثالث ورابع وخامس وسادس، والله أعلم إلى متى يرفع لنا ربي هذا الوباء. إذن اليوم راح نتكلموا على موضوع التعاونيات الفلاحية في الجزائر، وهي نظام قديم تجدد مع في وزارة الفلاحة عنده تقريبا قرابة سنة. التعاونيات الفلاحية طابعها فلاحي وتجاري في نفس الوقت واستثماري في نفس الوقت. نتحدث على هذا الموضوع لمحاولة يعني الفهم والنقاش كيف يمكن النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر القطاع الأساسي في الجزائر قبل قطاع المحروقات، لأنه المحروقات تنضب وتنتهي، أما الأرض فلا تنضب ولا تنتهي، فضلا عن العلاقة الحضارية والتاريخية والإنسانية وغيرها والوطنية اللي تربط المواطن الجزائري بأرضه، يعني اللي باع أرضه باع عرضه يعني. إذن كل هذا راح نناقشه رفقة سيد برهان الدين جقبو، مدير فرعي لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية بوزارة الفلاحة. صباح الخير أستاذ. صباح النور، شكرا على الاستضافة. أسألك عن الجزء الثاني من المقدمة تاعي، الجزء الأول خاطئك. الجزء الثاني قلت بأنه التعاونيات الفلاحية هذه قديمة جديدة، هذا صحيح، وقلت كذلك أنه قطاع الفلاحة يعني الرهان عليه الآن وفي المستقبل، وقلت كذلك بأنه هذه التعاونيات يعني تهم التجار الذين يريدون التجارة، الذين يريدون الاستثمار ولو لم يكن فلاحا، ما يعرفش يزرع ويحصد وما يعرف. هل هذا صحيح أستاذ؟ نقدر نصوب. شكرا أخي محمد، شكرا شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. صوب لأنه يعني وفوق كل ذي علم عليم، ولأنه يعني وسأل به خبيرة يعني أكيد. إحنا ربما نعرف بعض الأمور لكن الخبير يعرف أكثر أكيد منا. أكيد أكيد، شكرا بارك الله فيك. أولا يعني موضوع التعاونيات الفلاحية هو موضوع كما تفضلت قديم وحديث في نفس الوقت. التعاونيات الفلاحية هذه موضوع كبير جدا، هي عبارة عن نظام تكتلي قديم، يعني قديم النشأة في العالم، يعني هو عبارة عن موديل نموذج عالمي رائد في عديد من الدول، في مثلا في الدول الأوروبية، في أستراليا، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. هو عبارة عن نموذج لتكتل الفلاحين من أجل تلبية الحاجيات الاقتصادية تاعهم. هل غير الفلاحين أستاذ؟ نعم، أنا جاي لهذا الشيء، أنا جاي لهذا الشيء بالتفصيل. يعني النظام التعاونية الفلاحية يعني تم استخدامه يعني لأنه هو داخل في النظريات الكبرى العالمية في الاقتصاد الفلاحي والاقتصاد التنموي. نظام التعاونية الفلاحية جاء بعد يعني حاجة الفلاحين الصغار، يعني من أجل تسويق منتوجاتهم والاشتراك في موارد الإنتاج وتلبية مختلف الحاجيات المرتبطة بالإنتاج، يعني وبالتالي ماهوش وليد البلد تاعنا، وبالتالي هو وليد عالمي ظهر يعني في 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 انجلترا وفي بريطانيا الكول العظمى يعني في القرون الماضيه. ولكن في بالتفصيل اسمح لي، ولكن في حضارتنا موجود هذا النوع من، يبقى انه الغرب قناناه. أكيد أكيد أكيد، تم استخدامه ووجد البيئة الملائمة للتأقلم في بلدنا، لأنه نحن في تقاليدنا في حضارتنا عندنا بكري، عندنا تويزا، عندنا الفقارة في المنطقة الجنوبية وكذا، وبالتالي بيئة التعاون، بيئة التآزر، بيئة التكافل ساهمت أنه ينجح هذا النظام في الجزائر في فترة من الفترات الماضية. يعني وكما يعلم الجميع أن النظام الفلاحي في الجزائر مر بعدة عدة مراحل، يعني بعد الاستقلال عن طريق يعني عن طريق الثوره الزراعيه، وبعدها بعد يعني الانفتاح الاقتصادي، وبارك الله فيك، عند المستثمرات الجماعيه، المستثمرات الفرديه،
عن طريق يعني مختلف الأنظمة اللي جا الفلاحية اللي جازت يعني بتدرج الوزارات والوزراء والسياسات والاستراتيجيات. ولكن الشيء الوحيد الذي يعني اللي خلى هذا النظام يكون موحد وعند الجميع والجميع يلجأ إلى الاستعانة بهذا النظام التعاوني هو نجاحه يعني في العديد من الدول وحتى الدول الرأسمالية منها. طيب يعني اسمح لي برهان، معليش، هو نجح في الدول الرأسمالية منها ونجح في كثير من الدول حتى في فرنسا اليوم، احنا كتعرف تسمع الله غالب ما نعرفوش الإنجليزية، نعرفو شوية الفرنسية، إذن مباشرة زابي وليشان فرنساز وكذا مكرهين وليس يعني مخيرين. نشوفوا انه كثير من التعاونيات انتعشت وانتشرت وكذا، واصبح الفلاح البسيط الصغير هذاك يبيع منتوجه مباشرة حتى للمستهلك، ما يجوزش على هذوك السلاسل هذوك. طيب الان قبل ما ندخلوا في المزايا والمنافع تاع هذا النظام هذا، هل تشوف استاذ برهان انه العقلية الجزائرية اليوم ارتقت وتحررت وخرجت من هذاك الارتهان تاع واحد العقلية هكذا تاع الشركة هلكة؟ وي شوف، هذا مشكل اجتماعي. هذا مشكل اجتماعي مربوط بعقلية كل الجزائريين، يعني باش يعني باش ما نقولوش غير الفلاحين. نعم. لأنه الفلاح لما يلجأ إلى إنشاء تعاونية ولا الانخراط في تعاونية، اللجوء تاعو هذا مبني على حاجة اقتصادية تاعو، يعني حاجة في التجميع ولا حاجة في الإنتاج ولا حاجة في التسويق ولا حاجة في استيراد عوامل الإنتاج اللي يخدم بهم، اللي ما يقدرش يخدمها وحده يقدر يخدمها مع لونسومبل تاع الفلاحين اللي شاركوا. وبالتالي إذا كان المنشأ تاع الفكرة منشأ اقتصادي حاجوي، يعني جاي مبني على حاجة، يعني راح يقضي على هذه الافكار المتراكمه. يعني نشارك الراي يعني في الفكره تاع انه الشركه هلكه ويعني وكل عطله فيها خير وصاحب مهنتك هو عدوك وكذا، كل الامور هذه المتوارثه اللي ما عندها يعني لا اساس لا راس، يعني القضاء عليها باش يكون بالملموس. نعم. لما يلقى بمبادرات اكيد يكون بالملموس. لما الفلاح اللي تكون عنده حاجه، الان فلاح يحتاج باش يسقي وحده ما يقدرش يسقي وحده، لازم اشتراك، لازم يدخل في اطار جمعيه، يدخل في اطار تعاونيه، يديروا طلب مشترك. بالتالي تكون السلطه العموميه يعني تكون تستجيب لهذا الطلب وتكون عمليه السقي منظمه وكذا. في مجال السقي مثلا، يعني مثلا في مجال عوامل الانتاج، في مجال مثلا الوصول الى لي زانترون، البذور، الوصول الى المبيدات، الوصول الى الادويه وكذا وكذا. الفلاح البسيط ما يلحقش. نعطيك مثال في البسيط، يراه يعني في راس الجبل، قلت مثلا يراه في اعالي الجبال، كيفاش يلحق؟ باش يلحق يجيب الادويه ولا يجيب لاسيومونس ولا يجيب كذا في الوقت المحدد. ولكن يكونوا مجموعه من الفلاحين، يعني 150 200 فلاح منضوين في اطار تعاونيه، وعندها مجلس تسيير وعندها مسير وعندها كوميرسيال وعندها وكذا وكذا، هاد الناس ياخذوا على عاتقهم كل هذا الشيء على مستوى التعاونيه. وبالتالي لابروف التموين تاع الفلاحين بهذه الاشياء راح يكون على عاتقهم، والفلاح يكون يلجا للانتاج فقط ويتفرغ تفرغ تام للانتاج، وكل الامور هذيك تكون تكون على عاتق التعاونيه. وبعد بلا سويت حتى لما ينتج حتى التسويق. اكبر مشكل اللي يعانوا منه الان الفلاحين الصغار سي التسويق. لما تشوف انت يعني عندك فائض في الانتاج في ماده الثوم، في ماده البطاطا، في ماده اللحوم البيضاء، يكون عندنا فائض في الانتاج، فائض في الانتاج منين؟ يعني من عدم القدره على التسويق. نعم. ولكن التعاونيات لما تلم كميات تاع الانتاج تاع الفلاحين كميات كبيره، يعني كل الفلاحين منخرطين فيها، هذا الانتاج يعني راح يكون فيه مسوق داخل التعاونيه هو اللي يشرف على عمليه المفاوضه في بيعه. فهم استاذ برهان. وبالتالي راح تحافظ على القيمه المضافه. نعم. الفلاح، والفلاح يكون يعني فائز في الفلاح. انا نحاول يعني نستخلص منك اهم الاسئله اللي ربما يطرحها المشاهد الكريم، لانه هنا الهدف تاعنا والمشاهد هذاك الجون هذاك اللي حاكم بوبلي تاع قهوه وقاعد في الحومه ويقول لك ما كاش واش ندير، ما كاش واش كذا، ما كاش واش كذا. احنا نحاولوا نفكروا معاه ان شاء الله باش نخرجوه من يعني من هذه ازمه البطاله وهذا اللي هو هذه السحيقه لو سيركل انفيرمال هذا يعني الجهنمي
نحاول نخرجوه ونوروا له بلي في بلاده هنايا رغم كل المصاعب يقدر يدير دراهم يعني ويعيش سلطان يعني سلطان زمان ويقدر يدير دراهم بالحلال وب... هل لازم تكون فلاح باش دير التعاونيه؟ اول شيء اكيد لانه التعاونيه هذه اسمها اصلا اسمها تعاونيه فلاحيه يعني موجهه للفلاحين لما يكون لازم الفلاح فلاح معناها لازم تكون عندك فلاح أرض تكون ممارس أستاذ. يعني تكون ممارس تكون عندك ارض تمارس في فلاحه تكون تمارس في فلاحه ولا تمارس في تربيه مواشي ولا تربيه نحل ولا تمارس ان كلتشر طيب يعني بطاطا ولا سامحني يا استاذ برهان يعني معذره كما يقولوا قدرك عالي الان انا صحفي عييت من الصحافه حبيت نروح ندير الترويج الفلاحي يعني ندير التعاونيه فلاحيه ندير لهم الترويج ندير لهم دو لا بوبليسيتي نخدم اسمع انا لازم ناكل نشرب هل لازم نكون فلاح باش نكون معاهم في التعاونيه يعني؟ اكيد لازم تكون فلاح لانه لازم تكون عندي تعاون فلاحين نعم إيه نظن بانه نعم. سامحني الا ترى انه هذا عائق شويه في الالتحاق بهذه التعاونيات هذه التعاونيات تلبي حاجية الفلاحين وحش تلبي حاجية فئات أخرى من المجتمع بالتالي لازم تكون ممارس تكون داخل المهنة عندك المهنة تاعك اللي تمارسها هي مهنة الفلاحة باش تلجأ مثلا إلى أنك تكون عضو في تعاونية ولا تنشأ تعاونيتك الخاصة اللي باش تلبي هذه الحاجيات الاقتصادية طيب اللي عندك سمح لي نروح لك نقطة بنقطة نقطة بنقطة هذا النظام هذايا لما أنشئ لفائدة الفلاحين يعني الفلاحين هو مبادرة شخصية منهم سي تاناكت فولونتير يعني الفلاح عنده حاجة انه حب يلحق لها وما قدرش يلحق لها وحده لازم يتكتل مع اصحابه مع شركائه باش يلحق الحاجة هذيك هذا هو مفهوم التعاونية الفلاحية مفهوم استاذ برهان اسمح لي الان للاسف ارتبطت الفلاحة في الجزائر يعني بالجهل لما نقول الجهل يعني عدم الكتابة والقراءة لأنه فقط ما لأنه الفلاح ماهوش جاهل ولكن مسكين ربما لا يقرأ ولا يكتب بنسب متفاوتة نعم الآن كيف يدير يسوق كيف يدير إشهار كيف يعرف كيفاش يستورد كيف المسائل هذه هل يحتاج إلى غير صاحب المهنة والحرفة وصاحب العلم وما يكونش فلاح كذلك اسمح لي سي محمد شوف هذه الشركة التعاونية هي عبارة عن مؤسسة أشخاص يجوا فلاحين يحبوا عندهم هذه الرغبة في تأسيس التعاونية هذه بناء على حاجة هذا المفهوم العام يجوا أسسوا التعاونية هذه والتعاونية لما يأسسها عندها مجلس تسيير ينتخبوه هذا الفلاحين ما كاش عدد محدود من الفلاحين دخل التعاونية عندهم مدير، المدير هذا لازم يكون عنده باع، يكون عنده يعني يكون مثقف، يكون يعني أموان ديبلومي، يكون اسمح لي. وإذا ما كانش كذلك يعني. لازم يكون لأنه يعني المدير هو المسير تاع التعاونية. معناه من شروط تأسيس التعاونية. لازم يكون فيها مدير أكيد. هذا المدير هذا من شروطه لازم يكون. من شروط تأسيس التعاونية لازم يكون عندهم مدير. وهو داخليني شروط المدير هذا. نعم. شروط واش هي شروط تعيين هذا المدير هذا؟ شروط التعيين تاع المدير يكون دخل تعاون يقدر يكون بين افراد تاع التعاونيه يقدروا هما يلجؤوا انه يركروتيو مدير صح يقدروا يركروتيو مدير والمدير هذا يكون عنده يكون يعني يكون قاري هذا هو يكون عنده يكون عنده يكون عنده يعني لا 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 يعني الابجديات تاع التسيير تاع المانجمنت تاع التجاره تاع التسويق تاع التفاوض كذا معناه يقدروا يكونوا عنده يعني أكيد يوظفوا واحد اللي يصير تعاوني هذه واحد يعني اللي يقدر يفاوض بالمنتوج تاعهم انا عندي منتوج راه واجد الان عندي مثلا وجدي التفاح درك اعضاء تاع التعاونيه قريب 15 عضو عندهم كامل كميات كبيره مثلا من ماده التفاح او كميه صغيره ولكن الفلاح اسمح لي الفلاح ماهوش تاجر الفلاح منتج مفهوم وبالتالي هذاك المدير والمسوق تاع التعاونيه هو اللي ياخذ على عاتقه هذا الشيء هو اللي يفاوض مع لي مونداتير دو مارشي دو كرو مع الناس اللي تشري هذا المنتوج هذايا وبالتالي الفلاح راح كما قلنا يعني سابقا راح يهتم غير بالانتاج بارضه لانه هو يحرث الارض ومهني في الارض ومحترف في عمل الارض خدمته وحرفته هي الارض رغم انه قضيه اسمح لي الشيء اللي خلى الفلاح تجري نشوفوا الفلاح بسيط وزوالي وما يقدرش يلحق وشنو هو انه لا فالور اجوتي دائما يدوها له شكون يديها له يدوها له لي مونداتير دو مارشي دو كرو يتفردوا به يعني ينفرد به يشري عليه طيب معليش مادام قلت الفلاح محترف هل حقيقه الفلاح في الجزائر اليوم
يعني محترف بنسبة كبيرة جدا أم أنه العمل تاعو يحتاج إلى احترافية ويحتاج إلى مزيد من يعني الطرق الإقلاع الطرق التقليدية القديمة؟ كاين احتراف خويا محمد صدقني، كاين احتراف كبير يعني نشوفوا يعني نشوفوا تجارب في يعني من هنا وهناك يعني منتشرين في كل ربوع الوطن. نعم. على بالك يعني يعني احتراف كبير يعني في التسيير تاع المنشآت ولا تاع المستثمرات الفلاحية، يعني في 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 يعني دي موديل يعني تقدر يقدروا يكونكورونسيو تجارب يعني عالميه وحتى اوروبيه في في نوعيه المنتوج ولا في ولا في في يعني في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في النوعيه، نهضر على النوعيه يعني في نوعيه المنتوج ولا حتى في طريقه العمل تاعو. لانه الحق الان جيل جديد في يعني من الفلاحين، وهذا الجيل هذا يا في النهايه قرا يعني اسمح لي المدرسه الجزائريه تخرج مهندسين في الفلاحه. نعم. الان عندنا عندنا يعني تقدر نقول نروحوا حتى يعني عشرات الالاف يعني راه من المهندسين راهم اللي راهم في ابناء الجزائر. نعم. راهم متوزعين على المستثمرات الفلاحيه الفرديه والجماعيه والتعاونيات ومؤسسات الدوله وكذا، يعني بالتالي يعني المستوى تاع الوعي الفلاحي راه زاد يعني في زاد في المجتمع، بالتالي المجتمع الفلاحي الان عنده ان سيرتان نيفو، ما بقاش يعني هذيك يعني الطرق القديمه في التسيير والتقليديه وكذا. الان دخلت مكنانه، دخلت التكنولوجيا، دخلت رقمنه، دخلت الان المستثمرات الجماعيه راهي تسير عبر الهاتف الان، الفلاح يريح في دارو بتليفونه يمشي بابليكاسيون يديماري السقي ويقدر يحبسه يعني في بكل اريحيه، يقدر يخدم بالكوستيم التجارب يعني. نعم نعم لانه نعم. نعم. يعني الفلاح صغر المستوى تاعو، عندي عده تجارب يعني في منيعه، في غردايه، في ودسوف، في سوق هراس، يعني في 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 غليزان، يعني كاين تجارب يعني رائده لازم تظهر. يعني لما نهضروا على التعاونيات الفلاحيه، علاش قلنا يعني نموذج قديم حديث، علاش ظهرناه في المرحله هذه؟ ظهرناه لانه التعاون تاع الفلاحين فيما بيناتهم راح يخلي الفلاحين يكون عندهم يعني يطلعوا يرفدوا المستوى. يعني كي يكون فلاح مستوى تاعو يعني يعني يكون مستوى تاعو يعني مبتدئ شويه، واحد متوسط، واحد كبير، لما يكونوا في اطار التعاونيه المستوى تاع التعاون راح يرفع المستوى تاع الفلاحين، يمتص الانتاج تاعهم. طيب. ويوفر لهم كل عوامل الانتاج ويروح لهم حتى نحو التسويق. الان في احنا يعني في كاداره يعني يعني ممكن انك تسالني واش درتوا يعني بالتعاونيات الفلاحيه، كيفاش علاش ظهرتوها في هذا في هذا الوقت؟ انا جاي، ولكن قبل ذلك من ماذا بيا نسقسيك امر اخر، يعني هل انخرط الفلاحون في هذا المسعى هذا؟ اكيد اكيد عندنا اصداء ايجابيه الان يعني بعد اجراءات خذيناها على مستوى الوزاره، عندنا يعني عندنا اكثر من عام ونصف احنا نعملوا على الموضوع هذا، تناولناه من عده جوانب. هل عندكم احصائيات؟ اكيد عندنا احصائيات، والان رانا في 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 تكييف التعاونيات القديمه وانشاء تعاونيات جديده. عندنا اصداء ايجابيه جد ايجابيه مبشره من الولايات بعد انشاء اللجان اعتماد تاع التعاونيات، عندنا اعتماد تاع تعاونيات جديده راهي نشات حديثا، وبالتالي راح نستبشر خير يعني في التجاوب مع تاع الفلاحين يعني، وهذا جاء يعني نتيجه ثمرت يعني عمل مجهد يعني في اعاده النظر في الجانب التنظيمي والمراسيم التنفيذيه والقوانين اللي تنظم هذه التعاونيات الفلاحيه، وحتى التخفيف من الاجراءات الاداريه البيروقراطيه اللي كانت زمان يعني تعيق انشاء التعاونيات الفلاحيه. يعني كما يعلم يعني الجميع انه القوانين والامور هذه التشريعيه معرقله نوعا ما لعقليه الفلاح، يقول لك روحي فيها الكوارث بزاف ما نديرهاش، ولا فيها التعارف الاداري فيها بيروقراطي ما نديرهاش. بالتالي حنا خذينا هذا الجانب يعني الجانب الاداري وخذينا يعني. اسمح لي استاذ برهان، الفلاح لا يخاف الاوراق فقط يعني والاداره، لا الفلاح لا يتنقل يعني، يقول لك انا نبقى في ارضي وما نروحش انا، لو كان 10 كيلو متر 20 ما نخرجش من ارضي. هل انتم فكرتم؟ شوف خذينا كل التدابير. فكرتم في خرجات ميدانية مثلا لإقناع الفلاح لمحاولته؟ أكيد أكيد. شوف نجيب لك التسلسل. نديروا فاصل أستاذ ونوليو من بعد جيب التسلسل. نعم. معليش، إذا فاصل قصير ثم نواصل النقاش مع صديقنا وخونا برهان الدين جغبوب. راح نقول برهان الدين غليون، ولكن هو برهان الدين جغبوب مدير فرعي لتنظيم المهنة والتعاونيات بوزارة الفلاحة. نعاودوا نوليو النقاش بعد الفاصل، فبقوا معنا. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في غرفة الأخبار مع الأستاذ برهان الدين جقبوب مدير فرعي لتنظيم المهنة والتعاونيات بوزارة الفلاحة.
كنا نحن نتحدث عن التعاونيات الفلاحية ومدى يعني نقولوا تأثيرها على بعث هذا القطاع وإنعاشه وتطويره والارتقاء به والاحترافية تاعه وغيره وغيره وغيره. وكان يتكلم قبل الفاصل حول الدور اللي أدته الوزارة وربما المديريات الفرعية تاعها في الذهاب نحو الفلاح، لأن عقلية الفلاح الجزائري أنه وكان قاعد في أرضي ما نروحش للإدارة، يخاف الكارت ويخاف الإدارة. أكيد أكيد وزارة الفلاحة عن طريق قلت يعني عن طريق مصالح أخذت مسعى تشاركي، يعني شاورنا الفلاحين، شاورنا يعني الغرف الفلاحية والتعاونيات حتى اللي راهي سور بلاس درك، شاورناهم في وش هي العراقيل وش هي التدابير اللي لازم وزارة الفلاحة تبناها من أجل أن هذا النظام يعني يدفع ينطلق العجلة تاعو ويكون فونكسيونير. كانت عندنا تجاوب يعني ايجابي كما قلت لك عندنا من طرف المهنيين عاونونا في يعني في 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 اظهار هذا العراقيل وهذه العقبات وهذا الاخر اللي باش بعد بانتابر يعني في بابلاسويت تعوضها بتحفيزات وتعوضها ب ب ب ب بتخفيفات في الاجراءات. واش هي التحفيزات هذه؟ واش هي التحفيزات؟ حنا الان كاين فلاح يسمعنا، راه في ضروري يسمعنا. اكيد تناولنا احنا تناولنا الجانب الاداري، تناولنا الجانب الاداري في الامر، يعني تاسيس التعاونيات كان باش تاسس تعاونيه لازم لك ملف يعني يوزن وتدخل الاداره وتعراقيل واجال كبيره وكذا عام باش تدي اعتماد مع التعاونيه مع عند والي الولايه، وبالتالي كان ملف كبير جدا. بدينا يعني في تخفيف الاجراءات الاداريه عن طريق اعاده النظر في اسمح لي عن طريق والي الولايه، يعني عن طريق مدير الفلاحه في الولايه، عن طريق والي الولايه شخصيا. شخصيا معليش الان ما دور مدير الفلاحه في الولايه؟ انا جاي لهذا الامر، انا جاي الامر لهذا الامر. احنا يعني في اطار تخفيف الاجراءات الاداريه من اجل انشاء التعاونيه الفلاحيه، اولا اعاده النظر في المراسي او في القانون، يعني باش نقولوا اللونغاج تاع الفلاح، القانون اللي يحكم التعاونيه الفلاحيه. كان باش ننشا تعاونيه فلاحيه يعني لازم كان عده عراقيل، من بينها ما تقدرش تنشا تعاونيه ضمن اطار دائره اقليميه واحده مثلا في بلدي، ما تقدرش تشوف تعاون زوج تعاونيات ثلاث تعاونيات اربع تعاونيات، كان تعاونيه واحده. لان حين العراقيل هذه كان باش تنشا تعاونيه كان عندك باش تدي اعتماد ما عند في تعاونيه مثلا محليه ولا ولائيه لازم لك شهرين باش تدي الاعتماد، ومع عند والي الولايه. الان اصبح في غضون 15 يوم ومع عند مدير المسرح الفلاحي تدي اعتماد تاع التعاونيه. التعاونيه الجهويه والوطنيه والاتحاد التعاونيه كان في ربع شهر باش الوزير الفلاحه يمكن ان يعطي لها اعتماد. الان خلصنا في الاجال، خففنا في الملفات. مليح. نعم. هل عندكم احتجاجات من قبل الولاد بالنسبه ل مدراء المصالح الفلاحيه في الولايات؟ يعني ربما كاين اللي يشتكاو في موضوع التعاونيات؟ لا، في موضوع التعاونيات لا، لانه علاش هذا الموضوع كان من حقي نفهم. نعم. في مواضيع اخرى نعم، ولا والزم نفسي بما اقول ولا الزم الاستاذ برهان بما لم يقل. يعني ما كانش عندنا احتجاج من عند ولا والي في هذا الموضوع. لا وعلاش؟ لا نقصد الفلاح. نعم. يحتج على مدير مصالح فلاحيه، هذا ما كان يعني الفلاح يحتج على مدير مصالح فلاحيه. الفلاح يحتج على في 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 في, في اطار عمله على كل حاجه، يعني ما تكونش في اطارها ولا ما تكونش في نصابها. يعني لما تكون الامور تمشي بطريقه سليمه لما الاحتجاج؟ فهمني. نعم. وبالتالي احنا لما خذينا العراقيل هذه وجمعناها كامل وصنفناها العراقيل اللي كانت تعرقل انشاء التعاونيات الفلاحيه جات من عند المهنيين. نعم. جات من عند المهنيين. نعم. وبالتالي احنا تبنيناها وشرح وحليناها يعني في كل حاجه في اطارها. نعم. اللي في الاطار التنظيمي والقانوني والتشريعي خذيناها في اطار، اللي في الاطار الاداري خذت في اطار الاداري، اللي في الاطار المهني والتشارك وفي مجال التكوين والارشاد خذيناها في مجال التكوين والارشاد. نعم. لو نروحوا الان في التسلسل هذا في المجال التنظيمي والاداري، إعادة النظر في الإطار القانوني اللي يحكم التعاونية الفلاحية عودناه وأليجينا خففناه رجعناه في متناول الجميع. نعم. كل فلاح غدوة من غدوة حاب ينشأ تعاونية باش يلبي الحاجات الأساسية تاعو كل شيء سهل، يعني يوجد خمس فلاحين يقدروا يديروا طالب عند مدير المصالح الفلاحيه، يديروا جمعيه عامه تاسيسيه، يروحوا عند النوتار يديروا عقد تاسيسي قانون اساسي، يدفعوا في مدير المصالح الفلاحيه 15 يوم يكون عنده لاغريمون. تسمى فلاح خمسه وربط.
خمسة وربط وزرع أرضك يا فلاح. خمس فلاحين على الأقل، نعم. على الأقل خمس فلاحين يلبوا الحاجيات تاعهم فيما بعضهم. هذا باش نقلوا من الانفراد تاع التجار بالفلاحين. رانا جايين لها هذا الشيء. وبالتالي الجانب الإداري في القضية كذلك، خذينا الجانب الإداري فيها أنه بسطنا الإجراءات تاع التأسيس، خففنا الملف، كان الملف ثقيل. برهان احكي لي على التحفيزات المالية، المالية في هذا الجانب، واش يربح الفلاح لما ينخرط في، خلينا من قضية أنه يعني لما يفاوض التاجر والمنضاتر والمقابري هذاك يفاوضوا عن تسمى كما يقولوا مركز ضعف كيكون وحده، مركز قوة كيكونوا بزاف. لا، هناك تحفيزات مالية أكيد تعاونيات، تعاونيات عندها إعفاءات جبائية وشبه جبائية. لما التعاونيات مثلا في إطار العمل تاعها، في إطار مثلا الاشتراء تاع مواد تاع ليزانترون غيكول، يعني موارد الإنتاج أو المدخلات، المدخلات الفلاحية في إطار اشتراء الأدوية وكذا، عندها مزايا جبائية وشبه جبائية، عندها إعفاء من سيرتان طاكس، رسوم معروفة يعرفوها الفلاحين ويعرفوها الإداريين في الولايات المتحدة، العالم الفلاحي يعرف هذا التحفيزات هذه منذ الأطر القديمة، التنظيمية القديمة. والآن إحنا نسيو كيفاش نحسنوا، الآن رانا نحسنوا في هذا الجانب، يعني بالاشتراك مع القطاعات الأخرى ممكن نروحوا لتحسينات جبائية أخرى، يعني في صالح الفلاحين، بغض النظر كما تفضلت أنت أنه الناس ما يديلوش حقه الفلاح، لأنه علاش يحوس أنه يبيع العرق تاعو ما يروحلوش السودان، لها ما يروحش هباء منثورا. يعني لما يوجد، نقول لك أنا التفاح تاع أبو حمامة، يعني كان تعاود تولي 10 سنين، ماشي عارف اذا عاودوا زرعوه الجماعه ولا كيفاش عاودوا زرعوه ولا اكلاته النار، لانه تاع خنشله تقصد. لا، انا مبشرك باللي يعني التفاح تاع خنشله ما قصدوش النار، الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين انه التفاح تاع خنشله ما قصدوش. كاين من هنا وهنا ما وهناك يعني لكن يعني يعني كاين يعني معزوله، يعني 2-3-4K يعني ماكسيموم. بصح باش قلت يعني الانتاج الكبير تاع بو حمامه وتاع اشمول في باتنا وكذا، يعني كان انتاج ذو جوده وتطور عن طريق هذا الشيء، عن طريق هذا الشيء. يعني تولي من 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 قبل ما كانش، يعني الناس ما كانتش تامن بهذا بالفكره هذه، انه تاع انه التفاح تاع خنشده يمشي وكذا. في اللحم بكري كان التفاح كان يبيعوا باسوام جد 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 منخفضه. الان عن طريق انخراط في المسعى هذا تاع تشكيل تعاونيات المفاوضه الاجتماعيه ولا العمل الجماعي وكذا، قضاوا على 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 الاحتكار تاع الماده تاع تاع الماده هذه والتسويق تاعها عن طريق يعني نفس الاشخاص. وبالتالي ولا من جهه في فائده المستهلك التفاح اللي ديسبونيبل في المارشي بسومه يعني مقبوله عند المستهلك، ومن جهه مقبوله السومه تاعها. ما نقدرش نعطيك السعر الحالي، انا خليني انا في سعر معقول في وقته. معليش رانا في وقت العنب الان، العنب راه لكن 200 دينار للكيلو، 150 دينار للكيلو، 100 دينار للكيلو، تاكل نصه وترمي نصه. دير استقصاء عند الفلاحين. معليش، ولكن دير استقصاء عند الفلاحين على السعر تاع العنب. دعوك رسميا، نروح دير استقصاء عند الفلاحين اللي ينتجوا الماده هذه تاع العنب على السعر تاعه، ورجع لي بالخبر. بمعنى انه راه يخرج كاين مضاربه كاين تعامل يعني مع المنتوج هذا بعد خروجه من الفلاح. كاين دوزيام، كاين تروزيام، بعد مونطاتير، بعد مارشي دو كرون، بعد باش يلحق عند الديطاي وفي الحومه بالسعر هذا. وبالتالي كل حلقه يمر منها الا ودات يعني لا مارج بينيفيسيير تاعها. طبعا شوف السعر النهائي اللي يشريه المواطن. كاين مضاربة كبيرة، يعني لازم يكون تضافر جهود بين القطاعات، قطاع الفلاحة وقطاع التجارة، من أجل المراقبة والقضاء على هذه المضاربة وعلى الفوضى. نعم، سامحني أنا نعاود نولي لك مباشرة دائما. يعني القضية بصراحة لم أستسغ، مازال ما قدرتش نستوعب أنه باش دير تعاونية فلاحية لازم تكون عندك أرض. أنا نحب نبيع المنتوج الفلاحي. سي محمد، هذا الـ هذا الـ هذا ما عنديش ارض. هذا التعاونيه، هذه التعاونيه هي عباره عن تلبيه حاجه تاع فئه مهنيه، فئه مهنيه اللي هي الفلاح. فهمتني؟ دونك ما نقدرش نجي انا انسان يعني من المجتمع نقول واحد يدير تعاونيه ولو ما كانش يمارس في النشاط الفلاحي. التعاونيه ديستيني للفلاحين. الفلاحين هما يقدروا
في اطار تلبيه حاجياتهم الاقتصاديه، يعني نعاود في اطار تلبيه حاجياتهم الاقتصاديه انهم ينشؤوا هذا النوع من التنظيمات بغض النظر عن التنظيمات الاخرى. عندنا الجمعيات المهنيه، عندنا المجالس المهنيه المشتركه، وعندنا الغرف الفلاحيه، وعندنا التعاونيات الفلاحيه، وكل كتلة من الكتل هذوما إلا وعندها هدف وعندها مهام تمارسها. الهدف تاع التعاونيات هو هدف تجاري، هدف تسويقي، هدف تلباوي لحاجيات تاع الفلاحين من أجل الاشتراك في عوامل الإنتاج، الاشتراك في يعني في المكنانة اللي ما يقدرش يوفرها كل واحد وحده، الاشتراك في التسويق اللي ما يقدرش يوفره كل واحد وحده. القانون يشمل غير الفلاح مربي الأغنام مثلا؟ أكيد ونفوكاليزيو طول الوقت، يعني تكلمنا غير على الأرض في تنظيم التعاونيات، في إنشاء التعاونيات. الفلاحين عندهم الحق وعندهم القدرة أنه ينشئوا التعاونيات في عدة أشكال. عندنا ثلاث أشكال معروفة، هي التعاونيات حسب الفرع الفلاحي، وعندنا تعاونيات متعددة الخدمات ومتعددة النشاطات، وعندنا تعاونيات للخدمات المتخصصة. يعني كل واحد يشوف الرغبة تاعه وراح يأسسها. لما تأسس مثلا تعاونية حسب الفرع الفلاحي، قال هذا التعاونية مخدومة غير فرع الدواج. نعم. تذية يعني كل الأمور اللي تدور أوتور إنتاج الدجاج. فقط تعاونية متعددة الخدمات تلقاها مثلا في المناطق المعزولة، هذه التعاونية وكأنها يعني هي يعني السوبر تاع الفلاحي، فيها كلش الدخل، فيها عوامل الإنتاج، فيها عوامل السقي، فيها يعني اللي فيها المدخلات، فيها كل حاجة يعني اللي يبني بها الإنتاج تاعو الفلاح. وفيها كذلك يعني تلقى فيها لي زونتروبو فريغوريفيك، تلقى فيها باش يخزن الإنتاج تاعو، وفيها كذلك يعني التسويق تاع المنتوج تاع الفلاح. وبالتالي تعاونية متعددة النشاط تخدم كلش، تجيب له كل شيء وتحقق له كل شيء للفلاح المنخرط فيها. وكاين تعاونيات الخدمات المتخصصه، كاين مجموعه مثلا من الفلاحين تكون عندهم خدمه من الخدمات مثلا يكونوا ناقصين فيها ولا ما قدروش يلبوها، يتعاونوا عليها مثلا، مثل خدمه مثلا خدمه السقي مثلا يتعاونوا. بالتالي زدنا مثلا في المرسوم التنفيذي الجديد تاع التعاونيات 96459 المعدل المتم حديثا، هذا 96459 المعدل المتم، يعني كان في خرج في سنه 96 وعدلناه وتممناه في سنة 2020 في سبتمبر 2020، وخرج النصوص التطبيقية تاعو في النص التطبيقي تاعو في 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 مارس المنصرم، يعني ينظم يعني هذا الشيء. كنا في تخصص معين، ضربت لك مثال تخصص تاع السقي، كاين عدة يعني الناس يحتجوا على تنظيم السقي، تنظيم السقي ما كاينش كيفاش ينظموه، كاين يعني العمل الجبار يخدموا فيه جمعيات السقائين ولكن غير مكتمل يعني لدرجه تاع يلبي كل الحاجيات تاع الناس. ولكن التعاونيه لما يكونوا الناس متعاونين في اطار التعاونيه عندهم ديزاكسيون، عندهم يعني كيما نقولوا عندهم اسهم داخل التعاونيه هذه، عندها راس مال، راس مال تاع التعاونيه هذا في تسيير هذا المورد المائي، يعني بغضوا من غضوا المورد المائي اللي يصير له كش خلل اللي يتكسر ولا يقدروا يعاودوا يريباريوه. هذه مثلا ضربت لك مثال في السقي، مثلا مثلا في المكنانه تعاونيه متخصصه في الماكينات الفلاحيه ولا في العتاد الفلاحي. نعم. توفر مثلا قال مثلا آلة حصاد يستعملوها 15 20 25 30 فلاح في نفس الوقت، وبالتالي هما كشوف بالتالي يحطوا اسهمهم من اجل توفير هذا المورد هذايا ولا هذه الاله هذه وتخدم يعني الدور عليهم كامل. وبالتالي تسيير الماكينات الفلاحيه مش بيقدرش يتناولوا كل فرد وحده، يعني الاسعار تاعها. كاين امر اخر كذلك استاذ برهان، ما نعرف احنا يعني نتكلموا باب يعني رانا نديرو تقريبا في الارشاد الفلاحي، يعني أكيد. في الحصه هذه، وهذا امر مطلوب وكبير جدا. يعني نرحموا اخواننا على احمد الوحيد اللي رحمه الله، صح، اب الارشاد الفلاحي في الجزائر. انا شفيت عليه هو قبله، لا اعلم، نترحموا عليه اولا. قضيه العقار الفلاحي بالمناسبه، كاين تعاونيه فلاحيه اسمها تعاونيه فلاحيه احمد وحيد في ولايه المسيله. الله يبارك ما شاء الله، على الاقل اكراما واجلالا. نعم. هذا الشخص هذا اللي تربينا عليه يعني، وحبابنا في الارض وفي الفلاحات، كان يتكلم اللغه البسيطه تاع الفلاح، كان يحبب الفلاح يعني في ممارسه المهنه تاعو يعني بكل شرف وبكل اعتزاز وبكل كذا، وينبهوا لكل كتفاصيل كبيره وصغيره. نعم. في اطار يعني لا كوندويت تكنيك تاع الخدمه تاعو، لتينير تكنيك، الاحترام تاع لتينير تكنيك تاع باش توجد المنتوج تاعك يعني في 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 كل يعني في الطابع تاعو. وانا صغير كنت اشاهد حصصه لانها ماتعه وممتعه. احمد وحيد رمز. نعم. في القطاع الفلاحي. نعم. طيب قلت لك كاين مساله اخرى لست أدري إن كانت يعني مطلوبة في التعاونيات ولا غير مطلوبة، هي عقبة ليست عقبة، قضية العقار الفلاحي الآن ما
باش دير. احنا نعرفوا انه كثير من الجزائريين يعني ما عندهمش عقود ملكيه ولا حتى في بعض الاحيان حتى وثائق رسميه يعني لاراضيهم اللي راهم يخدموا فيها منذ عقود وعقود. هل العقبه هذه كيفاش تعاملتوا معها يعني؟ شوف انا ما نربطش موضوع التعاونيات بموضوع العقار الفلاحي، لانه يعني القاسم المشترك بيناتهم ضئيل جدا. يعني موضوع التعاونيات هو موضوع تنظيمي مبني على تكتل الفلاحين وتعاونهم لاجل تلبيه امورهم يعني الاقتصاديه اليوميه يعني اللي يعيشوها. وموضوع العقار الفلاحي يعني موضوع كبير، انا نقول لك موضوع كبير مفهوم يعني كبير، ولكن ولو كبير ببساطته يعني ببساطته، لان القوانين اللي تسير العقار الفلاحي معروفه عند العالم الفلاحي في العالم الفلاحي. يعني كل يعني لاكسي يعني الدخول للعقار الفلاحي معروف عند في العالم الفلاحي في العالم الفلاحي والريفي. وحنا يعني حتى يعني القطاع الفلاحي الان راه يبذل في مجهودات كبيره يعني. نعم. انا نعطيك انا لاكسي للعقار الفلاحي معروف. نعم نعم، ولكن لاكسيسيبيليتي مجهوله. يعني كاين شروط، كاين شروط يعني كاين شروط يعني كاين شروط. حنا لما نقولوا بلي باش يعني الموضوع ما يكونش ما يتناولش من بطريقه شعبويه يعني يعني كاين كثير من اللغط كاين كثير من اللغط اثير حول الموضوع تاع العقار وتا، ولكن هو موضوع بسيط. طيب يعني كاين شروط الدخول للعقار ولو ماشي يعني هو بلوس التخصص تاعي التخصص تاعي تعاونيات فلاحيه، ولكن فيك من الاجابه على السؤال بحكم انه ماهوش تخصصك فقط. اكيد معليش يعني ما كاش مشكل. لا حبيت عندي اشاره فقط انه الدوله تبذل مجهود كبير في تخفيف الاجراءات للدخول للعقار. عندنا تجربه جديده هي التجربه تاع ديوان تنميه الفلاحه الصحراويه، تنميه الزراعه الصناعيه في الاراضي الصحراويه. لوداس هذا حديث النشاه يعني بادره جديده وفتحت يعني افاق كبيره للمستثمرين في 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 الولايات الجنوبيه. حط ما يعني الاف الهكتارات في متناول المستثمرين الفلاحيين. حكينا على العقار استاذ بالتعاونيات، هل لازم تكون مالك للعقار باش تنخرط في تعاون؟ تكون عندك صفه الفلاح أو على الاقل حائز على صفه الامتياز اكيد يعني. لازم تكون عندك صفه الفلاح، انا تكون عندي لا ريكونيسونس دو كاليتي اعتراف بصفه الفلاح. يعني بطاقه فلاح فقط. تكون عندك بطاقه الفلاح، يكون عندك بطاقة الفلاح تتفضل تقدر تأسس تعاونية. من بين الشروط تاع تأسيس تعاون الفلاح يكون عندك اعتراف بصفة الفلاح. هذه هي. يعني حتى ولو لم تكن مالكا للأرض يعني. شروط الوصول إلى بطاقة الفلاح. شروط بسيطة عن طريق يعني عن طريق التمليك يعني البروبريتي تاعك ولا عن طريق الإيجار ولا عن طريق أمور أخرى. وبالتالي إذا كنت تستوفي شروط أنك توصل لبطاقة الفلاح، تكون عندك الصفة الرسمية لبطاقة للفلاح، عندك لاكسي لا كرياسيون تاع لا كوبيراتيف. مفهوم. وإن كان نتمنى، أنا ما حبيتش نسقسيك سؤال، منذ متى لم توزع الأراضي على الجزائريين؟ نافيك من الإجابة على السؤال هذا أستاذ، ما كحتى إشكال. أو عندنا أقل من 3 أشهر وزعت أراضي على الجزائريين في إطار الديوان لوداس. لوداس في الصحراء. نعم في الصحراء. نعم تعود تولي عاود شهرين 3 شهور دور تلقى منح في الصحراء. تلقى منح نعم. في الشمال. نعم للاستثمار في الزراعة الصناعية الآن رانا. وفي الشمال أستاذ؟ لا أدري. بقاو لي 2 دقائق أستاذ برهان. نخليك تقول ما أردت يعني بالنسبة لي التعاونية الفلاحية يعني. أنت تخاطب الفلاحين. نوجه نداء يعني لعموم العالم الفلاحي والريفي انه انشاء تاع التعاونيات ما بقاش بالصوره القديمه هذيك، يعني بالصوره اللي فيها يعني فيها ملفات كبيره وفيها اجيال كبيره وكذا. تم تخفيف الاجراءات تاع انشاء التعاونيات عن طريق تخفيف الملف، تخفيف الاجل. الان الفلاح 15 يوم يدير الاعتماد تاع التعاونيات تاعو وتم تنشط التعاونيات بكل اريحيه. يعني والان اصبح الاعتماد يقدمه مدير المصالح الفلاحيه وليس مصالح الولايه، ليس سيد الدولي تاع الولايه. وبالتالي الجانب الاداري والجانب التنظيمي الشاق اللي كان يبذلوا الفلاح الان تخفف واصبح في المتناول. وبالتالي الجميع الفلاحين اللي حابين ينشئوا تعاونيات من اجل تلبيه حاجياتهم ما عليهم الا التوجه الى مديريه المصالح الفلاحيه ويتلقوا كل المرافقه الاداريه والمرافقه التوعويه الارشاديه من اجل انشاء هذه التعاونيه وكيفيتها وفي اقل وقت ممكن. اشكرك استاذ محمد برهان الدين جقبوب، انت مدير فرعي لتنظيم المهنه والتعاونيات الفلاحيه بوزاره الفلاحه. نتمنى انه نكونوا احطنا شويه هكذا بالموضوع،
رغم انه موضوع الفلاحه يحتاج الى تخصص كل مواضيع يعني موضوع الفلاحه طب الصحه الهندسه الميكانيكيه تحتاج الى تخصص وتحتاج الى المزيد من الحديث لانه ازمتنا اليوم هي ازمه اقتصاديه بالدرجه الاولى وينبغي للجزائريين ان يشمروا على سواعد الجدي والعملي للخروج من هذه الازمه. برامج بلاد متواصله معنا فألقاكم غدا ان شاء الله الى ذلك حين نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.